الحمد لله، السلام عليكم. مجربات تجد المال من تحت السجادة، هل هي حقيقة أو كذب؟ حقيقة حقيقة، أنا مر علي العديد من الحالات، وسأذكر حالتين وسأذكر مجربتين. إذا أردت أن تتبعهم، إذا لم يخول لك أن تجد المال من تحت، يجب أن تركز على هذه النقطة. إذا لم تجد مال من تحت السجادة، فسيأتيك مال بدون تعب، يعني سيدخلك مال في ظرف أسبوع 3 أيام، يدخلك مال. اتفقنا؟ هذه من المجربات الأكيدة، لا أقول لك أنا بفراغ، أنا مر علي حالات. سأعطيكم التجربة الأولى لامرأة كانت تقول لا إله إلا الله بدون عدد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لما أنت تكون تنظر في التيك توك وتشاهد هذا يرقص وهذه ترقص وتشاهد التخربيق وتشاهد التفاهات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا أستذكر كانت تجد المال في ملابسها بذكر لا إله إلا الله، خصوصا النساء، ركزوا على هذه النقطة، خصوصا النساء يرزقهم الله من حيث لا يحتسب بالسرعة، لأن الدليل القرآن، سيدتنا مريم عليه السلام كان يأتيها أكلها، يعني النساء يرزقهم الله بسرعة، خصوصا النساء. ها، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا. اتفقنا؟ سطر على هذا الورد، هذا إذا ذكرت ذكر لا إله إلا الله يأتيك مالك، إما تجده في السجادة أو تجده في المنزل أو تجده في الشارع أو يعطيه لك شخص. اتفقنا؟ المجربة الثانية، تقرأ أسماء الله الحسنى 100 مرة، كل أسماء الله الحسنى ترددها 100 مرة، فهمتم؟ ترددها 100 مرة. مجربة أيضا أكيدة، كانت امرأة، انظر كل المجربة تقريبا النساء، كانت امرأة تقولهم 100 مرة، تقول أسماء الله 100 مرة، تذكره 100 مرة، فتجد المال من تحت السجادة. يعني ركزوا على هذه المجربات، أسماء الله الحسنى، ذكر لا إله إلا الله فقط. اجلس مكانك يوميا في أي وقت أنت شئت تكون فارغ، اذكر أسماء الله الحسنى 100 مرة يوميا، واليوم كله ماذا تفعل؟ لا إله إلا الله، لا إله، زائد الاجتهاد في قراءة القرآن، لا مفر منه، يجب أن تقرأ القرآن. التقوى نقطة أساسية، نقطة سيركز عليها، إذا لم تكن من المتقين، هناك بعض الناس تعلق أنا لم تصدق مع هذه التجربة، لا تصدق مع هذه المجربة، لم يكن هذا، لم يحدث هذا، فيجب أن تستغفر، يكون كويس من الاستغفار، تكون من المتقين كي تقع معك هذه الأشياء. المهم، أسماء الله الحسنى 100 مرة يوميا في أي وقت شئت، وذكر لا إله إلا الله، لسانك لا يوقف على ذكر لا إله إلا الله، ذكرك هو هذا، يكون همك هو هذا، هو ذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله، في العمل، خارج العمل، في المطبخ، في الشارع، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يدخلك الرزق. إذا لم تجد المال في منزل، إذا لم تكن عندك تلك القوة الروحانية حتى تجد المال في المنزل، سيأتيك مال من عند شخص، لم تكمل أسبوع حتى يدخلك المال إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.